مريهان، انا نازله. نازله رايحه فين يا ماما؟ نازله اجيب كام حاجه كده وهطلع. يا ماما مفيش حاجه المفروض تجيبيها. لا، في كام حاجه كده انا عايزاها، انا عايزه انزل اجيبها. ماشي يا ماما، بس لو سمحتي هاتي الحاجه اللي انت عايزاها وما تجيبيش خرده يا ماما من الشارع. مين قال لي ان انا هجيب خرده؟ ايه ده؟ ايوه يا ماما، انت كل مره بتنزلي عشان تشتري حاجات بتجيبي معاكي خرده من الشارع. وايه يعني لو جبت معايا خرده؟ ما هي شكلها حلو اهي وتتحط ديكورات. مالك زعلانه ليه؟ يا ماما انت بتجيبي الخرده دي من الزباله يا ماما، اكيد فيها جراثيم وحشرات. لا ما يبقاش فيها حاجه، ما انا بقالي كتير جدا ما اجيبها وما حصلش حاجه، هو زي الفل. ايه يعني لو جبت خرده؟ انت عندك مشكله معاها يعني؟ ايوه الصراحه يا ماما شكلهم مش بيعجبني. ان شاء الله عنه ما عجبك، اكيد الحمل مأثر عليكي. انا اجيب اللي انا عايزاه، انت فاهمه يا مرهان ولا لا؟ ماشي يا ماما خلاص. ايه ده؟ وقلتلك كذا مره ما تقوليش عليها خرده، اسمها ديكورات، ديكورات. ايه ده ما بتفهميش؟ انا هنزل اجيب كام حاجه. ماشي يا ماما ماشي. اكيد هتنزل تفضل تدور في الزباله لحد ما تلاقي اي حاجه وتجيبها عندها، وتفضل تقول دي ديكورات. ديكورات ايه؟ اكيد خرده يعني، جايباها من الزباله. في ايه يا مرهان؟ مالك؟ لا، ما فيش حاجه. طيب مال مامتك يعني؟ كنت بكلمها بقولها نازله فين، مردتش عليا ومشيت. معلش ما تزعلش منها، انت عارفها يعني. لا، اكيد مش زعلان منها ولا حاجه، بس هي مالها ولا نازله فين؟ ما انت عارف يعني هتكون نازله فين يعني يا احمد، نازله تدور على الخرده وتجيبها عندنا تاني؟ مش انا قلتلك بلاش تخليها تعمل كده؟ طيب ما انا قلت لها ان هي ما تعملش كده، بس هي اكيد مش هتسمع كلامي يعني، وقالت ان دي ديكورات مش خرده. ديكورات ايه بس؟ دي حاجات كلها حشرات ومعفنه، وبتفضل تغسل فيها 20,000 ساعه وبعد كده تحطها لنا وتقولينا ديكورات. يا ربنا اتخنقت. معلش يا احمد ما ينفعش كده، المفروض تستحمل يعني، دي مامتي. طيب ماشي، بس ما تجيبلناش الحاجات دي في البيت. انا رايح الشغل يا مرهان، انا رايح الشغل. ماشي يا احمد ماشي. ايه ده؟ بقى الديكورات الحاجات التحفة اللي انا بجيبها من الشارع بيقولوا عليها خردة؟ ايه ده، ناس مش بيفهموا اي حاجة في الفن. انا هنزل عشان ادور على حاجات تانية، ومليش دعوة لو هي مرضتش تحطهم، انا هحطهم بنفسي. كنت متأكدة ان انا مش لاقي هنا حاجة، كل يوم بدور هنا ومبيبقاش في اي حاجة. ممكن اخد العلبة دي، بس لا مش حلوة، هدور على حاجة تانية. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ انا اول مرة اروحه، ممكن الاقي هنا ديكورات حلوة، هشوف. مش هينفع اعدي من البوابة دي طبعا. طيب هعمل ايه؟ هنا مفيش اي حاجة، بس جوه المكان شكله مهجور، فأكيد مفيش حد ساكن جوه، وممكن اخد اي حاجة انا عايزاها. ايه ده؟ الباب اتفتح، كويس ان هو مش مقفول. خلاص انا هدخل. ده شكل هنا فعلا هيكون فيه ديكورات كتيرة جدا. هو ايه اللي موجود ده؟ ده تابوت ده ولا ايه؟ انا هشيله وهشوفه. ايه ده؟ ازاي شمعة مفتوحة؟ ازاي؟ انا لازم اخدها، لازم. انا هاخد الشمعة، بس مش هقدر اخد التابوت، عشان طبعا لو اخدته مرهنة هتفضل تقولي ايه اللي انت جايبه لنا البيت ده، وهتفتكري ان الحاجة دي مثلا ممكن تكون مسكونة او حاجة، مش هقدر اجيبها. لكن هاخد الشمعة لان شكلها حلو جدا. انا مستغربة ازاي الشمعة منورة اساسا. للأسف هضطر اسيب التابوت وهاخد الشمعة دي. طالما مفيش حد انا هدخل البيت ده. ايه ده؟ هو انا ايه اللي جابني هنا؟ ازاي رجعت كده؟ انا قلت انا هدخل البيت. ايوه انا هدخله. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمة حاجة. خلاص انا هروح، انا مش عايزه ادخل البيت ولا حاجه، انا اكتفيت بالشمعه دي، انا هروح. في حد اخد الشمعه؟
ماما اتأخرت وأكيد كل ده عمالة تدور في الزبالة عشان تجمع خردة. بجد ربنا يهديها، أنا مش عارفة هي بتحب تعمل كده ليه. أنا جيت يا مريهان. إيه اللي أنت جايبه ده يا ماما؟ جايبة شمعة من الزبالة؟ من قلة الشموع اللي عندنا يعني؟ كنت تقولي لي وأنا هطلع لك شمعة بدل ما تروحي تدوري في الزبالة عشان تجيبي شمعة. مين قال إن أنا دورت في الزبالة يا بنت؟ مريهان أنا اشتريت الشمعة دي بنفسي. اشتريتيها إزاي يعني يا ماما؟ أيوة اشتريتها، مين قال إن أنا لقيتها في الزبالة؟ يا ماما طب ليه بتشتري شموع وإحنا عندنا أساسا؟ عشان دي شكلها عجبني يا مريهان، عندك مانع ولا إيه؟ لا يا ماما معنديش مانع، بس أنا عارفة إن أنت لقيتيها في الزبالة ومش اشتريتيها. أنا بقولك اشتريتها. مريهان لو عايزة تصدقي صدقي، مش عايزة تصدقي إن شاء الله عنك ما صدقتي. أنا ماشية. يا ربي الشمعة شكلها حلوة جدا بجد، أنا هحطها هنا دلوقتي. بقى هنام عشان تعبت. اطفي النور يا مريهان، أنا عايزة أنام شوية. ماشي يا ماما هطفيه. انا عايزه ادخل الحمام. طيب دلوقتي النور مطفي اعمل ايه؟ خلاص انا ممكن اخد الشمعه واولعها، بس فين الكبريت؟ صحيح انا مش عارفه هي حطته فين. خلاص انا هاخد الشمعه دلوقتي وبعدين هدور على الكبريت. ايه ده، الشمعه فتحت لوحدها؟ ايه ازاي ده حصل؟ انا هلبس النضاره عشان اتاكد، ممكن ما بقاش شايفه. لا فعلا الشمعة فتحت لوحدها. طيب ازاي؟ انا مقربتش عليها اي نور او اي حاجة. خلاص مش مشكلة، انا هروح دلوقتي عشان اعمل حمام. ما تخافيش، احنا اتحررنا لما انت فتحت التابوت. احنا عايشين جوه الشمعة، احنا اهل الشمعة. دلوقتي هنعمل لك حاجتين. اول حاجة هنقول لك على حاجة هتحصل لك في المستقبل، والحاجة دي انت اللي هتطلبي تعرفيها. هنقول لك كل المعلومات عنها، بس هي حاجة واحدة اللي هنقولها لك. تاني حاجة هنعملها لك ان احنا ممكن نسرق لك اي حاجه من الشخص، بس لازم الشخص ده يكون من اهلك. ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. ابعد عني، ابعد عني. ويعني ايه هتقولي لي على حاجه هتحصل لي في المستقبل؟ يعني مثلا لو سالت على اي حاجه ممكن اعرفها في المستقبل هتقولوها لي؟ هتقولوا لي ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ ايوه هنقولك ايه اللي هيحصل لك في المستقبل، بس حاجة واحدة بس اللي هنقولها لك. ويعني ايه هتسرقوا لي اي حاجة من شخص من اهلي؟ انا مش فاهمة، يعني ايه هتسرقوا حاجة منه؟ مثلا مجوهرات او فلوس، هتسرقوا ايه؟ لا احنا مش بنسرق حاجات مادية، ممكن نسرق صفة، ممكن نسرق جمال، او ممكن نسرق عمر حد من اهلك. طيب انا عايز اعرف انا هموت امتى؟ عايزه تعرفي انت هتموتي امتى؟ ايوه هتموتي بعد شهرين، يوم 8 اغسطس 2022. اهو انت كده عرفتي حاجة هتحصل لك في المستقبل، وعرفتي فاضل في عمرك قد ايه. شهرين بالظبط، احنا كده حققنا اول حاجة المفروض نعملها. فاضل حاجة واحدة المفروض نعملها عشان نمشي. ها عايزة تعمليها دلوقتي؟ عشان لو عايزة تسرقي حاجة من اهلك تقوللنا دلوقتي. لا انا مش عايزة اسرق حاجة من اهلي. لا مش عايزة اسرق حاجة من اهلي دلوقتي،
تقدروا تمشوا دلوقتي ولو عاوز تسرق حاجة من أهلي هبقى أقول لكم. طيب براحتك، بس خليكي فاكرة ممكن تسرقي عمر شخص. أيوة بس أنا مش عارفة بنتي وجوز بنتي فضلهم قد إيه ويموتوا، ممكن يكون عمرهم قليل معرفش. براحتك. طيب ماشي. أنا فضل لي شهرين وهمشي؟ لا أنا مش عايزة أموت دلوقتي، لا مستحيل. أنا ممكن أسرق عمر شخص بس أنا مش عارفة هما هيموتوا إمتى. أنا مش عارفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي، مش عايزة. حفيدتي اللي جاية في الطريق أكيد لما تتولد هيبقى قدامها عمر طويل عشان تعيشه. هو أنا ممكن أسرق عمر حفيدتي؟ بس لو سرقت عمرها هي كده هتموت، بس إحنا ملحقناش نعيش معاها فمش هتفرق معانا. وممكن عمر بنتي مريهان، بس لأ دي بنتي أكيد مش هعمل فيها كده. جوز بنتي، أيوة بس جوز بنتي هو اللي بيصرف علينا، ولو سرقت عمره هو هيموت ومش هنلقى ان احنا نجيب أكل أو أي حاجة. لازم أفكر في الموضوع ده كويس. ايه ده؟ هو الساعة كام؟ انا شكلي راحت عليا نومة. طيب انا دلوقتي اروح اشوف مريهان عشان تقولي الساعة كام. مريهان احمد، مريهان اي حد فيكم هنا؟ مريهان احمد، الواضح ان مفيش اي حد هنا. انا الواضح راحت عليا نومة، هون نمت قد ايه؟ طيب مريهان فين؟ صح ممكن تكون راحت تولد ولا حاجة، وانا نايمة طبعا مش حاسة بأي حاجة لان هي كانت في الشهر التاسع. انا لازم اروح دلوقتي المستشفى، لازم اغير بسرعة عشان انزل اشوف مريهان. ايوه انا هلبس ده. ايه ده؟ هو الدرفة اتفتحت لوحدها ازاي؟ ايوه طبعا الشمعة ملبوسة، ممكن اتوقع اي حاجة تحصل. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هنزل بسرعة. ايوه كده خلاص لبست. يا ربي انت ايه اللي طلعك دلوقتي؟ انا جاي عشان افكرك بالطلب التاني المفروض هنعملهولك. تقريبا حفيدتي هتتولد النهارده، وبما انها هتتولد النهارده فاكيد قدامها عمر طويل، فانا كنت بفكر ان انا اسرق عمرها عشان عايز اعيش. انا مش عايزه اموت دلوقتي، لا. وفي نفس الوقت بقول حرام، البنت دي اكيد هيكون ليها حياة سعيدة مع مامتها وباباها وانا مش مهمة. بس برضو انا تفكيري دايما اناني وعايزة افضل عايشة، مش عايزة اموت دلوقتي. في حاجات كثيرة كنت عايزة اعملها. يعني انت متأكدة ان انت خلاص هتاخدي عمر حفيدتك؟ ايوه. في كمان حاجة، لما انت تاخدي عمر حد هتتفرجي على حياته المستقبلية اللي انت اخدتيها منه. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة. يعني انت دلوقتي لما تاخدي عمر حفيدتك انا هفرجك على حياتها اللي كانت المفروض هتعيشها اللي انت سرقتيها منها. يعني انا مضطرة ان انا اشوف حياتها عشان اخد عمرها؟ ايوه هتشوفي حياتها كلها، بس بالنسبة لك هتكون سنين طويلة، وهي في الحقيقة ممكن تبقى 5 دقايق بالظبط. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انت دلوقتي لما تسرقي عمر حفيدتك هتتفرجي على حياتها كلها اللي هم اساسا 20 سنة. ايه ده؟ يعني حفيدتي كانت تعيش 20 سنة بس؟ يعني انا هاخد 20 سنة بس؟ ايوة انت هتاخدي 20 سنة. طيب هي دلوقتي ماتت ولا لسه؟ لا
هي لسه عايشة، عشان مش أنا اللي هسرق عمرها، واحدة معايا هي اللي هتقدر تسرق عمرها. طيب ويعني ايه هتفرج على حياتها؟ يعني انا هفضل 20 سنة بتفرج على حياتها؟ انت هتتفرج على 20 سنة بتاعت حياتها، بس في الحقيقة هتتفرجيهم في 5 دقايق او حاجة. طيب ماشي. انت اللي هتسرقي عمر حفيدتك. ما توقعتهاش من جدة زيك، انت فعلا جدة سيئة جدا، اسوأ مني. يا ربي انا ليه حاسة بالذنب؟ لا انا مش عايزة اسرق عمرها، مش عايزة. بعد ايه؟ كده خلاص حفيدتي ماتت وانا سرقت عمرها؟ يعني انا كده فاضل لي 20 سنة وهموت واخدت عمر حفيدتي كله؟ هو انا كده شريرة؟ هو انا كده جدا وحشة؟ انا اكيد جدا وحشة. انا لازم اروح دلوقتي المستشفى، ممكن تكون ما حصلهاش حاجة. يا رب تفضل عايشة، انا فعلا وحشة جدا، انا وحشة جدا وانا نية. يا عيني ايه هتكون ردة فعلها لما تعرف ان بنتها ماتت؟ اكيد هتزعل جدا، دي فضلت مستنياها 9 شهور بحالهم وهي تعبانة، وفي الاخر بنتها ماتت. ربنا يكون في عونها. انا روح دلوقتي عشان اقول للراجل اللي واقف بره، تقريبا ده جوزها. يا دكتورة ايه اخبار البيبي؟ هو حضرتك تقرب ايه للمدام اللي جوه؟ انا جوزها. هو للأسف البيبي ماتت. ايه ماتت؟ ايوه فعلا هي ماتت للأسف. ازاي ماتت؟ ازاي؟ احنا والله حاولنا معاها، هي بعد لما تولد كانت عايشة، بس فجأة لقينا نبضات قلبها وقفت فجأة، وحاولنا معاها كتير بس للأسف مفيش فايدة، ومش عارفين ايه تفسير اللي حصل لها ده، بس للأسف هي ماتت، ربنا يرحمها. لا بنتي لا. اكيد مرهنة هتزعل جدا لو عرفت اللي حصل، اكيد. معلش يا استاذ احمد البخال الله، مرهنة هتزعل جدا. احمد ايه اخبار مرهان والبنت؟ ايه اخبارها؟ البنت ماتت. ماتت ازاي؟ البنت ماتت ازاي؟ بس ايه اللي حصل لها؟ بيقولوا ان هي اول لما اتولدت كانت كويسة، بس فجأة لقوا ان نبضات قلبها وقفت ومش عارفين ايه السبب. معلش يا احمد معلش، امسك نفسك بقى وصبر مرهان لما تصحى. اقول لها ايه بس؟ انت عارفة قد ايه كانت مستنية البنت وقد ايه كانت عايزة تبقى عندها بنت؟ اقول لها ايه بس؟ مرهانة تزعل جدا. انا فعلا وحشة جدا، اللي انا عملته ده، انا منعت ان حفيدتي تعيش حياتها عشان انا بس يبقى عندي 20 سنة زيادة في حياتي. ما انا عشت كتير قوي، انا عشت 70 سنة في حالها، والبنت يعني ما لحقتش تعيش لحظات ولا حتى دقايق، ومامتها اللي مستنيها بقالها كتير مش هتشوفها خالص. انا فعلا شريرة، انا فعلا شريرة جدا. مش وقت دلوقتي حزن، دلوقتي هتشوفي حياة حفيدتك كلها اللي كانت هتعيشها، بس للأسف ملهاش نصيب تعيشها بسببك. لا أنا مش عايزة أشوفها، لو شفتها هندم أكتر. لازم تشوفيها. لا 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 لا, لا. تيتا يا تيتا يلا اصحي يلا. ايه ده؟ في ايه؟ هو انت مين؟ يعني ايه تيتا هو انا مين؟
أنا حفيدتك يا تيتا، أنت نسيتيني ولا إيه؟ أكيد مقلب يعني صح؟ أيوة طبعا مقلب. أنت بتصحيني ليه، في حاجة؟ أيوة يا تيتا، أنا خلاص فاضل لي يا تيتا 20 دقيقة بالظبط وهيبقى عندي 10 سنين. أوه صح، طيب أنا جاية دلوقتي. ماشي تيتا يلا عشان تطفي معايا الشموع، بقولك فاضل 20 دقيقة بالظبط. ماشي 20 دقيقة وتبقي عندك كم سنة؟ 10 سنين. طيب أنا جاية روحي. طيب يا تيتا يلا أنا مستنياكي. هو إيه اللي بيحصل؟ أنا مش فاهمة حاجة، اللي بيحصل هو إيه اللي بيحصل هنا؟ فهمني إزاي أنا لسه عايشة، وكمان حفيدتي مش هي المفروض ماتت؟ إزاي لسه عايشة؟ هقولك كل حاجة. دلوقتي كان فاضل 20 سنة وانتي سرقتيهم من حفيدتك، بس للأسف فضل 10 ليها و10 ليكي. يعني أنا سرقت نص عمرها، يعني أنا كان فاضل لي 10 سنين وعيش، وال10 سنين خلصوا وحفيدتي فاضل لها 20 دقيقة وتبقى عندها 10 سنين، يعني بعد 20 دقيقة انتوا الاتنين هتموتوا. ايه ده، احنا متفقناش على كده، انتوا كنتوا كدابين. وازاي ال10 سنين عدوا وانا ما حسيتش باي حاجه بيهم؟ عشان انتي انانيه. شفتي الانانيه والغرور ايه اللي وداكي فيه؟ شايفه ايه اللي حصل لك؟ لكن حفيدتك ما تهلقيش، عاشت ال10 سنين بتوعها، بس للاسف انتي سرقتي نصهم، هتعيش 10 بس، وانتي كمان 10 بس، فاضل لكم بالظبط 19 دقيقة. لا احنا ما اتفقناش على كده، انا كده خلاص هموت دلوقتي، انا ما حسيتش ولا سنه منهم. ازاي وحفيدتي هتموت دلوقتي لما ما بقى عندها 10 سنين هتموت؟ واهلها دول اكيد هيزعلوا عليها اكتر ما هم كانوا ممكن يزعلوا عليها لما كانت ماتت وهي صغيره. انتوا ليه عملتوا كده؟ انا مش فاهمه انتوا ليه عملتوا كده. عشان انا نيتك. انا نيتي؟ انتوا كدابين، احنا ما اتفقناش على كده. لا لا لا، فضل 18 دقيقة، فضل 18 دقيقة. أيوة يا تيتا فضل 18 دقيقة، أنا بجد فرحانة جدا. لا 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 لا، مش عايزة أموت دلوقتي. لا لا ماما، هو في إيه دي يا ماما؟ مالك بتقولي كده ليه؟ في إيه يا تيتا مالك؟ مالها دي؟ لا مش عايزة أموت دلوقتي. لا وانتي، انتي كمان هتموتي، انتي كمان هتموتي. يا ماما ايه اللي انت بتقوله ده يا ماما؟ في ايه يا ماما اللي انت بتقولي ده للبنت؟ حرام عليك، البنت هتخاف. هي دي الحقيقة، بنتكم هتموت وانا كمان هموت، عشان انا غلطانة، انا سرقت نص عمرها وال10 سنين اللي فاتوا اللي حصل فيهم انا كنت معاكم ولا ما كنتش معاكم؟ طب انتوا حسيتوا بايه؟ طيب انا مش فاهمة اي حاجة. هو مالها الست دي بتقول ايه؟ يا ماما هو انا هموت فعلا؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة اسمها كده. يا ماما هو ايه اللي انت بتقوله ده يا ماما؟ انا مش فاهمة حاجة. انا اللي مش فاهمة حاجة، انا هتجنن. فاضل دقيقتين. لا فاضل دقيقتين يا ماما ولا هموت يا ماما. لا يا حبيبتي لا. ماما انت ليه بتقولي كده؟ البنت هتخاف يا ماما. يا تيتا هو انت اللي بتقولي كده؟ هو ايه انت بتقولي كده ليه يا حاجة؟ هو ايه اللي حصل؟ فاضل 10 ثواني، 10 ثواني هنموت. انا اسفة، انا اسفة لكم كلكم، انا كنت انانية، انا اسفة اسفة. ايه اخبارهم يا دكتور؟ للأسف البقاء لله. ماما يا ماما. لا ايه ده هو ازاي؟ ايه اللي ازاي يا ماما؟ ازاي انا المفروض ميتة؟ ايه اللي انت بتقولي ده يا ماما؟ اكيد كنتي بتحلمي، انا جاية على صوت صويتك. انت كنتي بتحلمي بايه يا ماما؟ بحلم وكل ده كان حلم؟ الحمد لله. هو انت لسه حامل صح؟ ايوة يا ماما لسه حامل، يعني اكيد لسه ما ولدتش، تقريبا فاضل شهر او شهرين وهولد. ماشي الحمد لله ان هو حلم، الحمد لله. في حاجة يا ماما؟ لا مفيش حاجة، انا هنزل بس اتمشى شوية. ماشي يا ماما، بس لو سمحت يا ماما تجيبش اي خردة يا ماما.
لا لا، مستحيل أجيب خردة تاني، مش أجيب الهبل ده تاني، مستحيل. إيه ده، هو إيه اللي حصل لها؟ كويس، ما تخافيش، مش أجيب الحاجات دي تاني، متقلقيش يا بنتي. ماشي يا ماما، ماشي، يلا نازلة. طيب ماشي. أنا بجد فرحانة جدا إن هو حلم، الحمد لله إن هو حلم، الحمد لله. ومش هتفرق لو بعد شهرين هموت أو لأ، أهم حاجة إن احنا نعيش حياة سعيدة. مش هتفرق لو كان فاضل لي يوم أو 100,000 يوم.